صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمسلم إذا دخل مجلسا أن يقول السلام على من اتبع الهدى؟ وهل يجوز له أن يقول لمن يدعو غير الله ممن ينتسب إلى الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ إذا جاء إلى مجلس، فإن كان المجلس للمسلمين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن كان المجلس فيه مسلمون وكفار فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينوي المسلمين، ولو كان واحدا في المجلس ينوي بذلك المسلمين. أما إذا كان المجلس كله كفار فيقول السلام على من اتبع الهدى. نعم.